جزاكم الله خيرا. هذا السائل جمال محمد يقول: ما حكم الإمام إذا رفع قبل أن يقرأ التشهد الأول ثم جلس بعد التنبيه وقرأ التشهد الأول وفي نهاية الصلاة سجد سجود السهو، هل تعتبر الصلاة صحيحة؟ نعم، إذا قام ولم يستتم قائما ونبهوه ورجع فأتى بالتشهد الأول فإنه يسجد للسهو قبل الصلاة، يسجد للسهو لأنه سهى. وأما إذا استتم قائما فإنه لا يرجع، ويجبر سجود يجبر التشهد الأول، يجبر ترك التشهد الأول سهوا، يجبره بسجود السهو أيضا. نعم.